بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذه الحلقة أو في هذا التسجيل سنواصل إنجاز التمارين المتعلقة بوظف معارفي في التحولات الكيميائية في المحال الشاردية من الكتاب المدرسي للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، ومع التمرين رقم 11 من الصفحة 53. هذا نصه: مفعول نترات الفضة. في مرحلة أولى غمرنا صفيحة معدنية في محلول نترات الفضة AgZNO3، بعد مدة تحول لون المحلول إلى الأزرق وترسبت طبقة فضية على الجزء المغمور للصفيحة المعدنية. في مرحلة ثانية رشحنا المحلول الناتج وأضفنا إليه محلول هيدروكسيد الصوديوم، فتحصلنا على راسب أزرق اللون. واحد: هل الصفيحة المعدنية من الحديد أم من النحاس أم من الألمنيوم؟ برر إجابتك. إذن بما أننا حينما غمرنا هذه الصفيحة في محلول نترات الفضة ظهر اللون الأزرق، فهذا يدل، يعني تحول لون المحلول بعد مدة إلى اللون الأزرق، فهذا يدل على ظهور شوارد النحاس في المحلول. وبما أن نتجت شوارد النحاس فحتما القطعة المعدنية المغمورة في المحلول كلور الفضة أكيد هي من النحاس وليست لا من الحديد ولا من الألمنيوم ولا غيره. إذن هذا هو التبرير. إذن الصفيحة المعدنية هي من النحاس لأن تفاعلها نتج عنه كما ذكرنا شوارد النحاس، والدليل على ذلك هو ظهور اللون الأزرق في المحلول. ثم الذي يؤكد كذلك نفس الكلام هو ظهور الراسب الأزرق عند التفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، مما يؤكد وجود شوارد النحاس مثل ما قلنا. الفرع الثاني أو السؤال الثاني: ما اسم الراسب الأزرق وما صيغته الكيميائية؟ إذن حينما استعملنا هيدروكسيد الصوديوم مع المحلول الذي رشحناه ظهر راسب أزرق، فالراسب الأزرق هو هيدروكسيد النحاس، صيغته الشاردية CO2 زائد زائد 2 الكل OH نقص. إذن هذا بالنسبة لاسم الراسب وصيغته الكيميائية، كتبناها بالصيغة الشاردية. إذا كتبناها بالصيغة الإحصائية سنكتب CO OH بين قوسين الكل 2. إذن هذا بالنسبة للراسب الذي ظهر وهو هيدروكسيد النحاس. فسر ما يلي: ظهور اللون الأزرق في المحلول. ظهور اللون الأزرق في المحلول قلنا وترسب الطبقة الفضية. ظهور اللون الأزرق في المحلول قلنا يدل على تحول ذرات النحاس التي كانت موجودة في الصفيحة المعدنية إلى شوارد النحاس، إلى شوارد النحاس. ولكي تتحول ذرات النحاس إلى شوارد النحاس أي تتأكسد، فينبغي أن تعطي إلكترونين إلى الفضة الموجودة على شكل شوارد في المحلول لتتحول إلى ذرات الفضة، وهي التي ترسبت على القطعة النحاسية. إذن نلخص ما قلنا: ظهور اللون الأزرق يدل على تأكسد النحاس أي تحول ذرات النحاس من الصفيحة إلى شوارد النحاس لتصبح منحلة في المحلول. أما ترسب الطبقة الفضية فيدل على إرجاع أو استرجاع أو استخراج الفضة من المحلول، أي تحول شوارد الفضة إلى ذرات الفضة، وبالتالي يظهر معدن الفضة. خلاصة ما حدث في التجربة: هنا حدث ما يعرف بالأكسدة والإرجاع، أي تأكسد النحاس وأرجعت الفضة. إذن هذا بالنسبة للسؤال المطلوب تفسيره. رابعا: أكتب المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث. إذن في المعادلة، معادلة التفاعل الحادث إذا أخذناها بالصيغة الشاردية هي كالآتي: إذن لدينا معدن النحاس المتمثل في الصفيحة زائد نترات الفضة AgZNO3 محلول، يؤدي إلى أو يعطي، يتفاعل، يتحول كيميائيا فيعطي لنا الراسب هو الفضة Ag صلب زائد محلول هيدروكسيد
معذرة هنا ليس هيدروكسيد الصوديوم وإنما معادلة التفاعل هي نطر نطرات النحاس، لأن هذه إذا هنا إذا تكلمنا نحن نتكلم عن الكاشف هنا، إذن هنا نصحح هذه. إذن مثل ما قلنا فالمعادلة معادلة التفاعل الحديث هي النحاس مع نطرات الفضة يعطي لنا راسب الفضة وتشكل نطرات النحاس. نطرات النحاس هذه هي كتابتها Cu2 زائد زائد NO3 هي سالبة أحادية. إذن ينبغي أن يكون لدينا فردين أي مضروبة في 2 في قوس NO3 ناقص. إذن هذا بالصيغة الشاردية، بالصيغة الإحصائية تكون بهذه الكيفية Cu زائد Ag NO3 تعطينا Ag زائد Cu NO3 الكل 2. إذن هذا بالنسبة لهذه الوضعية. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.